بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب، هنتكلم في الفيديو عن العلافة التربو التحضين. الناس اللي اول مرة تتابعنا على القناة، اشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك وشير للفيديو علشان تتابعوا كل جديد. طبعا احنا قناة متخصصة في معدات عنابر الدواجن والصوب الزراعية. كل يوم طبعا بننزل فيديوهات جديدة. فيديو النهاردة احنا بنتكلم عن علافة التربو التحضين. دي بتستخدم في التربية الارضية، بتستخدم في البطاريات. الحرف بتاعها طبعا اللي هو ده يمشي مع كتكوت من اول عمر يوم لحد عمر اسبوع، 8 ايام 10 ايام، جميله جدا. طبعا ده غطا ممكن نشيله. طبعا ده غطا اهو يدخل كبس. اللافه من جوه تقريبا يعني هي شبه الطبق بتاع البان فيدر، خط العلف الاوتوماتيك. وطبعا في سن هنا، يعني ده المنسوب ده بيعلى وينزل على حسب عمر الكتكوت. علفه محترمه جدا وعلفه ممتازه، تستخدم في البطاريات وفي التربيه الارضيه. اشتركوا معنا في القناه، فعلوا زر الجرس، اعملوا لايك وشير للفيديو. شركة عرب جروب.